البلدية حوري اصيلي الله يسخر تبارك الله خروف ديالي تلي اصل مليح اللهم يسخر شحال خالي عطاو فهم هذيك 21 حولي مليح تبارك الله اللهم الله يسخر 22 1100 درهم صباح 21.5 1150 درهم شحال قلتي لهم انت خويا قلنا 26 عاد درسنا على الله عطانا 21 الف رزاق مولا لا ان شاء الله 1000 الف قصب بوجوال 3.5 تبعت الله يسهل الله يسهل بس بيبي شويه راه قساع ناقصه عنده القليل باش اللي تيبي 20 هو اللي طلع الثمن لا 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 السوق سوق طالع السوق طالع طالع السوق طالع كان كيلو كان ضرب 5000 دابا ولا ب 10000 هكاك نص تزاد وشي تزاد كنا كنجيبوا الطون ب 50000 دابا ولا ب 100000 وين غنردوا داك 50000 اللي زايده هذا الشيء اللي كاين تزيد على الغنم كان البار ب 400 دابا ولا ب 800 والبالا ما توكل لك والو شنو غادي توكل لك حتى تحل لا تتقاد ما كتهزش كتي بغا كتاكل البار ب 400 18100 غتعطيها 30 راس غياكلها صافي وخص العشيه ما ياكل خصو باش يتعشى عاود اي والله يدير الخير كان عيطوا الله لا اله الا الله دير الله الخير وصافي شكرا شكرا على الجواب ديالك الله يخطيك وشو من حالتنا اللهم امين وكنطلبوا من المسؤولين باش يعطيونا شويه الدعم بعدا شويه ديال الدعم الفلاح راه خصو الدعم واش غير بعدا غير الا ما كاين الدعم راه مشات النعجه ما كاينش الدعم في هاد الايامات ديال الجفاف ما كاين والو يطيحوا شويه في العلف اواليلا يطيحوا شويه في العلف ونتمنوا من الله تيسير نطلبوا من الله يرحم والدينا والدقائق الله يدير الخير الله يرحم الوالدين الله يخليك الناس كتشكي لو غالي العيد يجي دابا يقابلوا من هاد الوقيته حتى لديك الوقيته جلال نخرج في 60 ايوا على هاد القضيه هادي نيت اللي بغيت انا نوصل لعباد الله الله يخليك الله يرحم الوالدين يا والله بدا جي يا ورا اجي قول له اجي غير قيد راه كانت ب 30 حتى ب 26 و 200 دابا راه ما مسلكاش راه يخلي فيها مولا خلي فيها دابا السوق رصا شويه ايوا شي شويه تحت واحد شي 50 درهم 50 درهم 100 درهم تبارك الله ايوا يجيب الله تيسير هذا هو اللي الله يدير الخير صافي الله يكتب مكاتبك هكاك المغاربه يشكي ويشكي يشكي ويشكي واخا حتى بدرهم ها واخا حتى ب 20 يقول لك غالي غالي ايوا يا وليدي شكون اللي غادي يوصلوا لهاد الوقيته مازال له 9 شهور ولا مازال له 9 شهور شحال غادي ياكل الحبل طويل ويلي قاط الجبد اللي قد عليه يا وليدي انا صراحه عندك الصح ايوا المعقول واش نكذب عليك انا كانت عندي الغنم كان عندي هذه ولكن مع عمري سرحت يعني شي حاجه رسميه سرحتها بيدي تعطي غير واحد هذا سرحت والله ولكن هذا العام هذا فاش سرحت بيدي وقابلت هذه حتى توكلت هذه الخروف ما تيبغيش يكبر ما كيبغيش يكبر حتى كيبرد شي شويه كيبرد شي شويه ما في الصيف كاع ما تيبغيش يكبر كيبقى هكا تبقى جار معاه يعني انا صراحه تنعطي الدرابو انايا تحياتي لهذا الكساب تبارك الله اللي يطلع الخروف ويزين تبارك الله اما العياد داك الشيء باش ما الدهر رخيص راه رخيص عليه صافي يعطيك الصبر جيونيش قال لك الجماعه تغني واحد واحد ما يغني جماعه واحد ما يغني جماعه والله يدير الخير الله يرحمه ايوا الا مشى هذا الشيء يطيح صافي راه كل شيء هذا كل شيء غادي يوصل كل شيء غادي جيونيش دابا راه الكساب راه باش ما باع الخروف راه ما الكساب الا انت الكساب كلشي انت كلشي انت ايوا نيشان هادشي اللي كاين والله القزار دابا كتلقاه في كازا حل المحل حتى هو وهذا راه من الكساب كيترزق من الكساب كلشي كلشي من الكساب من الكساب الكساب هو العوينه الكساب الا شفات العوينه الا شفات العوينه كلشي مشى الكساب كلشي مشى شري المعارف فين ما مشيتي لا في الرباط لا في كازا لا في طنجه لا في تطوان لا جميع المدن ديال راه في المارشي حتى هو راه كياكل من الجزار لا البقري ولا لا الغنمي ولا العنزي ولا يعطيك الصحة الله يرحم الوالدين اما العيد راه تيفوت باش ما يا بنادم على دور العام ما غاديش يجمع باش غيشري العيد غير يموت هادشي اللي كاين ياك الزيت رخيصة الزيت رخيصة زيت الزيتون ولا زيت زيت العود زيت العود كلشي ديال العود ها يبقى ينقص من الزيت ويشري العيد اييه
ايوا سيدي كلشي لا والله يدير الخير وصافي دابا راه كلشي زاد المواد الغذائيه تاعها كامله زاد زاد بحال دابا هاد الماركه ديالها كتكون دابا ب 22 20 دابا راه تزاد حتى هي زاد راه تزاد واحد فيها واحد 50 الف فرانك حتى هي على حساب العلف على حساب العلف هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين اللي خطا اما بالنسبه للعياد دابا راه الرما تجبد 9 شهور انا نعطيه له كاع فابور غير يردوا كما غير يتهلا يجيبوا لنا حولي اللي كيوزن 50 ولا نجيبو نعطيوه النيتي وزن 50 ويعطينا حتى حنا 64 ولا 70 لا لا خطيك يلاه شكرا لا شكرا لك كي داير مزيان كي داير الاجواء السوق راه مليح مليح الحمد لله ولا كيقراتي شويه داكشي علاش مزيان ولا الناس كيقراتي شويه تيقراتي شويه انت بخير الحمد لله هذه في الكساب ولا يد البيع وشري هذه يد البيع وشري يد البيع وشري دابا البيع وشري هو اللي تيحس الوحيد هو اللي كيحسب بالسوق شوف سيدي دابا اللي كيحسب بالخير الا كان غير الخير تبارك الله الحمد لله عمي إخوان تبارك الله اللهم بارك غنم راس الصف اللهم السلام مليح تبارك الله من الخروف الزين والصرف والنفس اللهم السلام 1150 درهم قطعا 1150 درهم اللي عطينو قطعة ب 1600 درهم الإخوة راه بيع وشري راه شادو شي الإخوة راه زادو شي حاجة اللهم يسر المهم الإخوة مسوق الخميس تنهضيت بتاريخ 3 11/2022 تبارك الله تحياتي للجميع اللهم صل شوفوا هذه تبارك الله شحال وصل شحال الراي شحال شوف واش بقات هذه اخويا عاد درتنا عطاونا 20000 20 يجيب الله تصافي عاد درت 1000 درهم تبارك الله الاخ هاني تاعي اللهم صل 1000 درهم عطاو تبارك الله ديال تيم حضيت ديال تيم حضيت ديال الله يسخر شحال قلتي لهم نتايا خويا قلنا 26 عاد درتنا على الله عطانا واحد 20000 رزاق مولا لا كل شيء الله 1300 درهم ما شاء الله هذيك زينه هذيك راه هذيك زوينه 23 عطاهم هذيك زوينه قال لهم 26 ما عطاش المهم قربوا الاخوان تبارك الله هل قصب بجوال؟ بطانس تبعت؟ الله يسلم مهم الإخوان تبعت 1175 درهم وانت تعود لبيع دو بيع شغي عود فيه اللهم يسر الله يسلم شاء الله خليلة؟ أخويا 22 عطا 22 طبعا 1100 درهم اللهم يسر الله يسخر الله يبارك فيك. غادي غادي يلتيم حضيت. غادي يلتيم حضيت. الله يسخر. شحال قلتي لهم البيع؟ كنقول 25 25 يجيب الله تيسر. 1250 درهم واش قطع. اللهم يسر. خويا مازال ان شاء الله نشاركوا معكم تمنيات النعجة والخروف والخروفة. تبارك الله تحياتي للجميع. شوف الاخوان تبارك الله المليح ديال الخروف البلدي اللهم يسر. السلام عليكم. الله يسخر. البلدية حري. عصيري الله يسخر صباحك الله يسخر هادو منين البلاصه البليدة؟ ايت الياس تبارك الله شحال عطاك السوق؟ 27 1350 درهم تبارك الله مازال ما بعتيش شحال قلتي لهم؟ 28 يجيب الله تيسير يستاهل تبارك الله 1400 درهم علاش دابا هاد البلدي زايد في الثمن؟ ولا خصو شي والله باقي لا وكاين خروف غير قد هكايا عادي تلقاه ب 23 24 22 كاع قول لي دابا الاصل هو اللي تيخدم الله يسخر الله يسهل الامور الله يرحم الوالدين تبارك الله الخروف ديالي تلقى اصل مليح اللهم يسهل زين تبارك الله واش فرق دابا ما بين هذه وهذيك راه غير الزرار دابا الناس غادي يسمعوا الزرار ما غاديش يعرفوا الزرار الزرار هو الثوب اللون انت هذيك بلديه بحال هذا بحال هذيك تبارك الله يجيب تيسير الله يرحم الوالدين
1350 درهم اخوان، قطعه ب 1400 درهم. الله يسلم نشوفوا هذه الاخوان عاد نجيبوا الله. شحال خلي عطوه فهم؟ هذيك 21 ماشي 1075 درهم. وهذه شحال خلي؟ هذه عطينا 24200 1200 10 درهم. الله يسخر الله يسخر. هذه اللي زينه تبارك الله اللهم يسخر. أمي عسو هل مليح لا يسخر أمورا في خير لا بس هنيا في خير لا يسخر مع الدنيا ها وكي دار مع الدنيا با مراد ودنيا الحمد لله عليها لا يسخر شحال مشات هذه أمي عسو هو مولها ما مشي ديالك لا يسخر شحال الرئيس تبعت هذه أخوان 29 ونص تبارك الله لا يسخر المرقد منين هذا؟ إتلياس إتلياس لا ماشي بلموس هاي تلياس هاي تلياس ايو ايا عرفنا هاي تلياس عرفنا البقريت عرفنا 29 ونص قبل ديع حري تبارك الله الله يسخ دابا غي الزرع الحمر غي المرقد هي الزريبة غي الزريبة فيها شي بلاصة فيها الحمري وشدات اللون الله يسخ كدير الزريبة فيها شوف الدم شوف الدم في الحمرية سات الزرع غيتي يزلون غيتي يزلون الله يسخر اسيدي 29 ونص باش تبعت تبارك الله الله يسخر 1475 باش مشيت الله يسخر الجميع حولي مليح تبارك الله اللهم بارك الله يسخر باش بقاو هادو خالي 22 ونص 1125 الله يجيب التيسير الله يرحم الوالدين سادو بلدين تبارك الله مخلطة ايه نايس شحال قلتي لها البيع؟ 22 يعطيك السوق شحال تقول لها البيع؟ 23 ايوا الله يجيب لها تيسير 1150 باش قطعهم الله يسهلهم الله يرحم الوليد هذا بلدين صغير تبارك الله الكرة هادو خويا نو؟ ها؟ الكرة؟ الله يمنعك ها؟ عنده شحال باش تبيعوا هذا 22 حلوه 1100 درهم 21 ونص 1.5 1075 باش مشى بلدي حور دابا هذا تبارك الله منين البلاصه هذه منين اتلياس جبتي اتلياس تبارك الله الله يسخر كاين الزين تبارك الله وهذه فاش بقات اخويا خوت نيت تبارك الله شحال هادو؟ 28 و400 تباع ولا مازال؟ مازال 28 و400 28 وزيدوا 400 للمولى وانتم بعتوهم 28 الله يسخر عطاو المولى 400 وما بغاش يبيع تبارك الله 1400 درهم باش تباعو عطاو المولى 20 درهم مازال ما بغاش يبيع يجيب الله التيسير بلدي تبارك الله المليح اللهم يسير كاين الزين تبارك الله الله يسخر امين الله يرحم الوالدين 1100 درهم تبارك الله درتي محديثه خالية شاكتي لهم البيع 26 1300 باش قطعوا الله يسخر وهاد الزويجات هادو شحال 18 900 درهم ويجيب الله التيسير الله يسلم ورحمة وإخوان سوق خميس تيم حديث بتاريخ 3/11/2022 تبارك الله تحياتي للجميع الإخوان اللهم يسر